شلون يغني على ليلى، مثل بنسمعه كتير وبينقال لما كل شخص بيشكي همه وما بيسمع غيره، أو لما كل واحد بيسأل عن حاله ومصلحته بس. بقى يا ترى مين هي ليلى يلي كل واحد عنده منها؟ ليلى بهالمثل مو المقصود فيها امرأة، هي أي شي بيهتم فيه الإنسان. وقصة هالمثل إنه عاشت بوحدة من القبائل العربية واسمها قبيلة بني عامر. صبية اسمها ليلى العامرية، وكان عندها ابن عم اسمه قيس بن الملوح، عاشوا بعهد الأمويين. ومن صغرهم كانوا ليلى وقيس يرعوا الغنم سوا، قاموا حبوا بعض، وكان قيس يمشي بين الناس ويقول فيها شعر. لكن لما كبروا رفضوا أهلهم يزوجوهم لبعض ومنعوهم يشوفوا بعض. تعب قيس ومرض ونحف وضل يقول فيها الشعر لحتى جن، وحتى بعد ما جن ضل يقول فيها شعر. برواية تانية إنه قيس ما جن بس عمل حاله مجنون حتى يقول فيها شعر على كيفه بدون ما حدا يعاتبه أو يحاسبه أو يقله هذا ما بيصير، ومشان هيك لقبوا بمجنون ليلى. ومن كتر حب قيس لليلى صاروا أغلب الشعراء هداك الوقت يستخدموا اسم ليلى لما بدهم يحكوا عن محبوباتهم، وينسبوا الشعر لمجنون ليلى لأنه مجنون وما بيتحاسب على شيء، بينما هنن بيتحاسبوا. فصار في شعر كتير منسوب لمجنون ليلى وبيحكي عن ليلى، وبالحقيقة هذا الشعر بيرجع لعدة شعراء وكل واحد عم بيحكي بشعره عن ليلى الخاصة فيه. مشان هيك قالوا العرب كل يغني على ليلى، يعني كل واحد فيهم بيستخدم اسم ليلى ليحكي عن حدا تاني موجود بمخيلته. ومن أشهر قصايد مجنون ليلى القصيدة اللي مطلعة: تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأياما لا نخشى على اللهو ناهية، ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهانيا وما كنت لاهية.